أهلك راح نشتغل وياك على الساعة. مأجر بلياني؟ ابن امتحانات جاي وعندي كوم وناس. ها منا أنا راح أشغل هسه. صار كابتن. العداد شنو؟ صار كابتن. يحيى علوان وياك أنا. استاذ. يعني ما يصير صح كابتن؟ طبعا ما يصير. صار كابتن. شنو؟ صار استاذ. أنت إيش عندك مشكلة باللغة العربية؟ فهمني. استاذ أنا أي مشكلة ما عندي. ممتاز. ممتاز. إيش راح نرتاح بالشغل. يعني بالقواعد ما عندك مشكلة؟ لا ما عندي أي مشكلة. أبد ما عندك؟ أبدا. مسيطر بالقواعد؟ فوق ما تتصور. زين دار تحنا ايش قد تجيب إن شاء الله من المخبرة؟ فوق ما تتصور أستاذ. إيه يعني ايش قد جايبني؟ صفر. يعني مو زين بالقواعد؟ فوق ما تتصور أستاذ. بالأدب شلونك بالأدب؟ أستاذ كل الزين. الشعراء تعرفهم؟ طبعا طبعا أستاذ أعرف. دعدد لي شعراء وقول لي بيت شعر. قراءة أبو فتيان، أدهم عادل، حمزة الحلفي، عدل محمداوي، بيت الرائد، لدق باب كنت تفتحه وتفوت، لك ابني اوقف ولا تمر، لك بابا اوقف. انا احكي لك عن الشعراء الموجودين بالكتاب. استاذ انا بس احضر منتديات ما اقرا كتب. يعني مو زين بالادب انت؟ فوق ما تتصور استاذ. زين بالنقد شلون؟ استاذ انا ما احب اشيل غيبه احد الصراحه والله العظيم، يعني استاذ كل واحد خلي يحير بروحه وبعدين يحير بالاخرين. لك ابني هذا منهج نقد، منهج استاذ. اكو مثل يقول من راقب الناس ما تهمن استاذ. لك ابني بالمنهج بالنقد شلونك؟ لا لا استاذ نفاق هذا استاذ. انتقدنا ايش حصلنا استاذ؟ يعني ايش حصلنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بعد يا بنت شلون مسيطر باللغة العربية؟ استاذ انا محتاج 40 ورقة. ايش راح تهاجر شنو؟ يعني اقصد 40 درجة استاذ يعني. ابني الامتحان من 50 استاذ. 10 قرار هاي مضمونة، ايش قد تبقى؟ 40 25 انشاء مضمونة. على كيفك نزار القباني. وال15 يعني تلم وعلى نياتكم ترزقون هاي الله. لك ابني طالع تبيع بتمر هذا امتحان بكالوريا، انت غير مسيطر.